الأسبوع الثاني من شهر يناير يبدأ بحالة من عدم الاستقرار الجوي وحالة ماطرة جديدة على المملكة، تتركز في المناطق الغربية والشمالية الغربية من المملكة. التفاصيل بعد هذا الفاصل. إذن حالة ماطرة جديدة مرتقبة تبدأ من ساعات مساء يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، لكن قبل ذلك تسود أجواء مستقرة يوم الأحد في عموما معظم مناطق المملكة. بعض فرص الأمطار موجودة في جبال جنوب غرب المملكة في ساعات عصر هذا اليوم يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. درجات حرارة تكون 24 درجة مئوية في الرياض، 21 في الدمام والحدود الشمالية، و25 درجة مئوية في تبوك، و18 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، و30 درجة مئوية في مدينة جدة. فرص الأمطار موجودة معنا اعتبارا من ساعات المساء، مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين، بدءا من مناطق تبوك وتشمل أيضا منطقة حقل والمناطق المطلة من تبوك على البحر الأحمر بما في ذلك نيوم، ولاحقا تمتد هذه الأمطار الفجر يوم الاثنين إلى سواحل حتى المدينة المنورة، ولاحقا ربما تصل إلى مدينة جدة. يوم الاثنين طقس غير مستقر في عموم المناطق الغربية من المملكة، فرص لأمطار رعدية تطال أيضا مدينة جدة، هناك نشرة مفصلة خاصة بهذا الموضوع، ولكن الأمطار موجودة معنا في المناطق الغربية من المملكة، المناطق الشمالية، المناطق الشمالية الشرقية حتى من المملكة، جميعها فرص متاحة لأن تشهد أمطار. تخريج بحرية متوقعة خلال فترة تأثير هذه الحالة على معظم مناطق البحر الأحمر، وبالتالي تأثيرات على سواحل البحر الأحمر موجودة معنا خلال هذه الحالة. وطبعا تستوجب دائما هذه الحالات الانتباه من مخاطر تشكل السيول، وبالتالي يجب الابتعاد عن مجاري الأودية وبطون الأودية بشكل عام، لكن الأجواء تكون مستقرة في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة. بعض الغيوم تصل إلى المناطق الوسطى يوم الثلاثاء، فرص لأمطار محلية في بعض المناطق الغربية من محافظة الرياض، تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة سواء عن جنوب غرب المملكة أو حتى غرب المملكة وسواحلها خلال يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. بعض السحب أيضا تصل إلى المناطق الشرقية من المملكة، استقرار عام على الأجواء في المناطق الشمالية من المملكة. تستقر الأجواء تقريبا في معظم مناطق المملكة يوم الأربعاء مع ارتفاع متوقع على درجات حرارة، تصل في العاصمة الرياض إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار. تبقى بعض فرص الأمطار الرعدية قائمة في جبال جنوب غرب المملكة مع 19 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى. يوم الخميس تستقر الأجواء في كافة المناطق، والأجواء تكون دافئة نوعا ما في المناطق الوسطى من المملكة، تصل في العاصمة إلى 28 درجة مئوية، تكون 29 درجة مئوية في جدة، 21 درجة مئوية في تبوك، 21 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 24 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، و19 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. نختم هذه التوقعات الأسبوعية بيوم الجمعة، إذ من المتوقع أن تصل درجة حرارة العاصمة الرياض إلى 30 درجة مئوية، وبالتالي يميل الطقس للحر بعض الشيء في ساعات النهار، والأجواء مستقرة في كافة المناطق مع ظهور بعض السحب غير الممطرة. هذه كانت توقعاتنا لهذا الأسبوع، طبعا هذه التوقعات دائما قابلة للتغيير، وبالتالي يجب عليكم متابعة هذه النشرات الجوية أولا بأول، أو حتى تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.